أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. عدة أسئلة وردت عن حكم صبغ الشعر للنساء بغير الأسود كالأشقر وغيره. تغيير الشعر إنما هو المشروع تغيير الشيب، الشيب فيغير بغير السواد للرجال والنساء، الشيب يغير بغير السواد، السواد الخالص، أما السواد الذي ليس خالصا يضرب إلى الحمرة لا بأس به للرجال والنساء، وأما الشعر السليم اللي ما فيه شيب ولا فيه تشويه فهذا يترك على ما هو عليه لأن بقاءه على خلقته أجمل ولا يعبث به. نعم.